مرحبا. فرض تنسج البروستات الحميد بي بي اتش او ما يسمى ضخامة البروستات من الامراض اللي بتصيب اكثر من 50% من الرجال فوق سن 50. طبعا بيتظاهر باعراض انسدادية وضعف رشق البول والام اسفل الظهر وانتانات بولية متكررة. شركة نورس للمكملات الغذائية والاعشاب قدمت مجموعة البروستات لهؤلاء المرضى، عبارة عن خلاصة الخرنوب والخزامة وزهرة الاخيليا والياكيولت. طبعا هاي المجموعة تأخذ ككل بتفيد في تراجع ضخامة البروستات، لأن من تأثيراتها هي مضادة للانقسام ووقف النمو في الخلية، أيضا إلى تأثير مدر للبول وبالتالي علاج الانتانات البولية المتكررة عند هؤلاء المرضى. أيضا هي بترفع من نسبة هرمون التستوستيرون في الدم وبالتالي إعطاء الطاقة للجسم ككل. طبعا احتوائها أيضا على فيتامين بي بيجعل منها خيار جيد، بيساعد على تجديد الخلايا، بتفيد بتثبيط الحركة الزائدة للأمعاء وبالتالي علاج الانتانات أو الإسهالات المسببة بالبكتيريا والفيروسات. على المدى البعيد أيضا هو خيار جيد عند مرضى هشاشة العظام وخاصة النساء بسبب احتوائه على العناصر المعدنية البوتاسيوم الكالسيوم الزنك والمنغنيز. طبعا والأهم من كل ذلك هي تخلو من حمض الأوكزاليك اللي بيمنع امتصاص الكالسيوم. طبعا هاي المجموعة تأخذ على الشكل التالي: معجون الخرنوب أو دبس الخرنوب يأخذ 3 معالق شاي صغيرة في اليوم، شاي الأعشاب يأخذ مرة في اليوم، فورمال 21 كبسولة صباحا وكبسولة مساء. مع تمنياتي لكم دوام الصحة والعافية.